ابتداء احيي محامين القليوبيه بشقيها ومجلسين النقابيين في القليوبيه، وهذه اللقاءات تعيد اللحمه مره اخرى ما بين النقابه وما بين الاساتذه الزملاء المحامين. اعتقد انها تقطع بان المحامون على تواصل مع مجلس النقابه، ان ما اداه مجلس النقابه في هذه الدوره قد يصب لديهم باستقرار وقرار مكين وقويم. اعتقد ان ما قدمه مجلس النقابه في هذه الدوره ادى الى اعاده هيبه وقوه نقابه المحامين مره اخرى. لو لم يكن لهذا المجلس اي دور في الذي اداه سوى انه قام بمرحله التنقيه، اعتقد ان هذه تكفيه، في حين اننا قمنا بالتنقيه، قمنا بزياده المعاش، قمنا ببناء مقر ومبنى جديد للنقابة، قمنا بأمور كثيرة أعتقد أنها استقرت لدى المحامين. ولذا تجد هذه اللقاءات يأتي إليها المحامون من كل حدب وصوب، مشتاقون لأن يسمعوا آخر تطورات النقابة، مشتاقون وملتزمون أن يتحاوروا مع الأستاذ النقيب. الأستاذ النقيب أيضا يسعى إلى المحامين في كل المحافظات، ليس هو اللقاء الأول ولن يكون الأخير، وإنما لقاءات متعددة يجوب فيها النقيب أنحاء الجمهورية ليشرح للمحامين موقفهم وموقف النقابة وما أدته النقابة ومستقبل النقابة. نحن في العمل النقابي منذ 30 عاما في كل انتخابات يسألنا المحامون ما قولكم في التنقية، ونعدهم ولم نتمكن من أن ننقي، لم يتمكن سوى هذا المجلس، لأن النقيب والأعضاء على قلب رجل واحد. نحن فوضنا النقيب من أول جلسة لجلسات هذا المجلس فأن يأخذ كل القرارات التي يراها في صالح نقابة المحامين. هذا كان منها قرار التنقية لا يعارضه أحد من أعضاء المجلس على الإطلاق، ولم نعارضه لأن كل قراراته كانت تصب في مصلحة نقابة المحامين. طبعا المجلس ده مجلس نقابة المحامين، المجلس 2015 ده مجلس الإنجازات بقيادة النقيب سامح عاشور، وكان لابد من أنه القرارات اللي اتخذت من قبل المجلس والإنجازات اللي اتعملت في ظل هذا النقيب وهذا المجلس كان لازم كل المحامين تعرفها. في ناس بتغالط وبتعارض من أجل المعارضة، في ناس بتقول ان الخدمات اللي احنا مقدمينها بيعاقبونا عليها، يعني خدمه مقدمينها بيعاقبونا عليها، انجاز عملناه بنتعاقب عليه. المجلس ده عمل حاجات كتير، التنقيه اللي احنا عملناها المجلس عملها، النقيب عملها، المبنى بتاع نقابه المحامين، كل ما يتعلق بخدمات المحامين العلاجيه والمعاش ورفع المعاش ورفع العلاج، والتعديلات اللي بتاعت الجمعيه العموميه في المعاش، انه الحد الادنى 1000 جنيه والحد الاقصى 3000 جنيه لازم يتشرح للمحامين، ايه اللي عملناه في القيمه المضافه لازم يتشرح للمحامين. لقاءات النقيب مع المحامين لقاءات حيه ولايف، وبيرد على اي سؤال وبيرد على اي استفسار عشان لا يترك فرصه للمزايدين علينا وعلى المجلس وعلى السيد النقيب انهم يزايدوا علينا مره ثانيه. طبعا اللقاءات مفيده جدا لينا كمجلس وبقياده النقيب سامح عاشور، وكمان للمحامين عشان تعرف مجلسها عمل ايه والمحصله بتاعت الاربع سنين كانت عامله ازاي، خاصة وإن احنا مقبلين على مرحلة جديدة تانية، مبنى جديد تاني وتطوير جديد تاني لكل الخدمات النقابية. طبعا لازم المحامين تبقى عارفة ايه اللي هيحصل وايه اللي هيحصل. والله اللقاءات اللي بتعقد مع نقيب والمحامين في كل اللقاءات وفي كل المحافظات وفي كل الندوات، يعني بيعتبر يوميا كل اسبوع، وغير المؤتمرات العامة اللي هي زي المؤتمر بتاعنا النهارده ده تقليد. المحامين بالنسبة له حريصين على اللقاء لأنه بيعيشهم النقابة، ومن ساعة الدورة ما بدأت لغاية النهاردة في نهاية الدورة بيعرض لهم كتاب مفتوح عن أحوال النقابة وأصول النقابة وميزانية النقابة ورأس مال النقابة وأوجه الصرف والإيرادات، وهل الميزانيه وعرض الميزانيه اللي موجوده في اللي اتعرضت الفتره اللي فاتت دي اللي الجهاز المركزي اجازها واصدر بيها قرارات، وهل الميزانيه اللي موجوده في النقابه هل هي تغطي
الجمعية العمومية مستقبلا؟ هل احنا موقفنا المالي دائن ولا مدين؟ هو دي كل الامور دي كلها ديت حق المحامين، وهم لان المحامين اصحاب المال وهم اصحاب الميزانية، فلازم النقيب يعرض عليهم كل صغيرة وكبيرة في النقابة، لان ده علشان يقدروا يطمنوا على حياتهم المهنية، يقدروا يطمنوا على ازاي يمارسوا ازاي. تعديل القانون الجديد اضاف حصانة من الحصانات كانتش موجودة، اللي هي شرطة جمع الاستدلالات. والنهاردة المحل لما بيتكلموا وبنقعد انا معاهم في المؤتمرات وبنقعد في المحكمة وبنقعد في معهد المحاماة، فيه النهاردة صورة جديدة لنقابة المحامين، صورة جديدة للمحامين، متعايشين تماما العمل النقابي، متعايشين تماما القرارات اللي خدها مجلس النقابة بقيادة النقيب. فده أمر النهاردة مهم جدا. بأكتر من كده، المحامين النهاردة مطمئنين بعد موضوع التنقية، وبعد ما أصبح الجمعية العمومية هم الممارسين لمهنة المحاماة، وده طبعا ترتب عليه أن أصبح عندنا وفرات دي زودنا المعاش، زودنا العلاج، النقابة بتتبني، كل المنشآت اللي موجودة على مستوى الجمهورية الخاصة بالمحامين ما موجودة. النهاردة لما حصل تقسيم المحاكم شمال وجنوب، النقابة بتبني مقرات للنقابات اللي هي موجودة. وإحنا طبعا محامين النهاردة كيز عادي يسمعوا النقيب، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي خير في النقابة بإذن الله، وربنا يوفقنا بإذن الله.